السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس ابن سينا، أنا قريتها 3 مرات، قريتها للعقاد ومرة لمحمد العدوي ومرة ليوسف زيدان. العقاد أسلوب سهل وبسيط بالنسبة لي، يعني لأن في ناس بتقول إن هو معقد، بس هو بتحس إن هو مدرس يقولك ده يمين ده شمال ده كذا، خد المفتاح بتاع الشخصية غير مسموح ان انت تناقشه لان هو المدرس. محمد عدو عملها في رحلة شيقة، رواية بديعة فيها افكار حلوة، هو عملها في صورة معاصرة وفي نفس الوقت بتحكي الفترة بتاعت ابن سينا، فهو عملها في هيئة الرواية عشان يفلت من الحوارات والمناظرات وإيران والشيعة وهكذا، فاختار اسلوب الرواية عشان هو محبب ليه للنفس. فهي اعتبرها رحلة لإيران. إيران طبعا بالنسبة لنا المهندس نادر خليلي اللي هو عامل بيوت كثيرة من الطين والقش، وعمر الخيام والشيرازي وابن سينا الرئيس العبقري. في جمل حلوة في الرواية، زي مثلا سؤال تسألينني عن أي شيء أبحث في التاريخ، لا أعرف، ربما عن معنى خير أمة أخرجت للناس، الآية المنقوشة على تيجان الأعمدة في القاعة، في ذلك الحلم البعيد، خير أمة أين يمكن أن أجدها؟ بين سنين طويلة من الحروب والتنحر، أم في كراريس الكتب الكثيرة التي توقف نموها منذ 1000 عام، في نظام الدولة أم في نظام الناس، في أحاديث السلاطين أم في أغاني العوام في الأسواق، في كتب الفقه أم في كتب السياسة؟ مكتوب على المدخل: فطالب الحق، ده كلمة لابن الهيثم، فطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين المسترسل مع طبعه في حسن الظن بهم، بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم، المتوقف فيما يفهمه عنهم، المتبع الحجة والبرهان لقول القائل الذي هو إنسان. والجمل الجميلة برضو: إن الإنسان يجهل أكثر مما يعرف، وغاية المعرفة إفادة اليقين حتى يصل منه إلى مبدأ الوجود وعلاله. وحين ندخل إلى عالم ابن سينا نجد أنفسنا أمام رجل كل ما فيه يحببه إليك، فهو صورة إنسانية جميلة ظاهرا وباطنا، هو في داخل نفسه مسلم صادق يعرف القرآن معرفة جيدة، حتى أن له في تفسيره تفسيره مشاركة، هو فيلسوف بمعنى الكلمة، يفكر تفكير فيلسوف ويعيش حياة فيلسوف، ويحب الحياة ويقبل عليها ويعيشها بكيانه كله، ثم يؤدي صلواته ويهرع إلى الله حين تستغلق الأمور عليه. وفي سؤال بيسأله بيقول لي: أسافر المدينة المنورة خلال هذا الأسبوع لأن أمكث كثيرا هناك، أردت أن أسافر قبل أن أحصل على تأشيرة إيران على جواز سفري، لأني علمت أن المملكة لا تمنح تأشيرات لمن سبق لهم زيارة إيران في فترة قريبة، هذا والإيرانيون يدخلون إلى المملكة بغير تأشيرات دخول. إلى اللقاء. وبيزور متحف طهران الوطني، متحف مخصص لتاريخ إيران قبل الإسلام، مكتوب على بابه بخط الثلث: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وفي حديث جنبيه في نفس الحديقة في متحف إيران في العهد الإسلامي، الباب على الباب مكتوب: لو كان العلم في السرية لحازوا الرجال من فارس، والحديث في صحيح البخاري. الحديث نصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال: قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يرجعوا حتى سئل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. وبيتكلم عن مدينة كاركانينج اللي نزل بها ابن سينا لما خرج من بخارى، وصل رسول السلطان الغزنوي لابن هارون حاكمها يطلب رسالة ما لديه من أهل العلم والفكر والمنطق لغزنة، رسالة ظاهرة الطلب وباطنها الأمر، فمن يملك رد طلب لأمير الغزنويين؟ فابن سينا بيقول: كأنه يريد من كتاب التراجم والسير أن يلحقوا باسمه قولهم، وكان رحمه الله محبا للعلم ومقربا لأهله، سافر أنت يا أبا سهل لعلك تجد في كربه ما تحقق به ما تركه، أما أنا فطبيب حيث مرض الناس أداويهم. الكتاب جميل، بيتكلم عن جزء كبير عن العمارة، عن تاريخ ابن سينا، يعني خلينا نتعرف أكتر على إيران بكل حاجة حلوة وكل حاجة وحشة، وكل يعني
اعرف صديقك واعرف عدوك وتعرف على البلاد اللي حواليك، وإن شاء الله يعني كتاب ممتع بإذن الله.